أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، عيدكم مبارك سعيد، وسعيدوا بالصحة والهنا، والله يجعل الأيام ديالكم يا ربي كاملة عيد. الحلقة ديالنا ديال اليوم حلقة خاصة بعيد أضحى، غنخرجوا للشارع ونشوفوا شنو كيعملوا طنجاوة نهار العيد وشنو الدور ديالو. خليكم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خي هيثم، غنسقسيك شنو هو الدور ديالك نهار العيد؟ شغنقول لك الخاوة، كنعاونوا الوالدين ديالنا إذا كنصلحوا معاهم، طرطق الراس، فهمتيني؟ أتينا كتعرف الخاوة خص الكرشة، فهمتيني؟ يعني العيد أتينا كتعرف الأجواء. شنو اللي كتخص الكرشة ولا الوالد؟ لا واش غنقول لك، هي الكرشة كل مرة شكون اللي كيخص لها عندنا حنا يا الخاوة، والله العظيم عندي واحد عزيزة. شحال نقول لك الخاوة، سبعة رجال الخاوة والله العظيم. صافي عي كتصلاح كتذبح. صافي الخاوة، كنهبطوا الراس من الدراري دحاو ما يشوطوا هنايا، هادشي اللي عطا الله الخاوة. الأزبال شكون اللي كيتكلم بيهم؟ الأزبال، هاتينا كتعرف حنايا وجوه الأزبال الخاوة، شكون اللي كيتكلم بيهم؟ هاتينا كتعرف أنا والخاوة ديالي هيدا لا، هبط الزبل عاوت، عاوت مع الدور طلعت تاكل كبدة وسال. أنا الدور ديالي نهار العيد هي هاتينا كتعرف نذبح حنايا عباد الله. اللي هما دراوه شويه تما واللي ما عندهمش الراجل واللي المهم اللي محتاجين قزار، انا الدور ديالي كنذبح على في سبيل الله، وخصني نشوف كلشي فرحان كلشي نشطان كلشي مزيان كلشي معيط، نشوف الشباب كلشي مزيان. تحيه زعما خاصه ليكم، زعما كنبغيوكم وكنحبوكم، وايوب ديالنا عاود. فهمتيني؟ شكرا. الله يحضرنا في عرسو. الدور ديالي نهار العيد الخاوه هو كنصور ذبيحه على الوالد والزبل على الخوايت، بوبري الله يسمح لنا من نوسان. وماكلة على حسابنا. على حسابي الخاوة، كرشي خاوي الله يا أخي. سيمانة حنا كنبيعوا الحاولي وقلنا بالخاوة، دابا رانا نتمتعوا بهم أخاوة شي حاجة. واخا شكرا بزاف أخي أبي، وبارك للناس العواشر. تحية ميكرو طنجاوي، واش مبروك أخوتي الله يرحم والديكم. هذا واحد السؤال صعيب بزاف، صراحة طلع عندي واحد بوست أنا صعيب، هذيك بوست اللي كتشد يدك هيدا في الحاولي وكتعلق. ما شاء الله كيعطيوني ديك بوست ما عرفتش علاش، ما كندبح ما كنسلخ ما وكنسيق مره كرات. والازبال شكون اللي كيتكلم بهم؟ طبعا انا، حيت انا صغير ضد الدار كلشي عليا انا، الشطابه الزبل ديك بوست اللي قلت لك صعيب كتعلق الحاوليه هيدا، هادو كاملين كيمشيو ليا. والخاو احمد كيعمل واحد الذبيحه هيدا، هو اللي يعمل كلشي في الدار كيرجع، هذا واحد مشكل كبير كنعانيو منه حنايا. واخا شكرا بزاف اخي مهدي، واش مبروك وتعيد الصحه بك وتبارك الله عليك. تحيه ليك وتحيه للمنبر ديالكم الحر. الدور ديالي نهار العيد كنعمل ستوريس، كناكل بعدا هادي هي اهم حاجه عندي في العيد، وبعض المرات اذا جاتني القناه كنتسخر. طبعا كتسخر وستوريس اهم حاجه، ستوريس وتصاور ضروري، هذوك انستغرام فيسبوك ضروري، فهمتي؟ مبروك عليكم العواشر، تعيدوا بالصحه والهنا وتعيدوا وتعاودوا بالسلامه ان شاء الله. خي محمد عنسقسك شنو هو الدور ديالك نهار العيد؟ الدور ديالي اخي ايوب تينا عارف اخي، ما كنسلخ ما كندبح، كيدوزوا على ريوس د الحواله عاود كيعيطوا لي كنجي ندوز لهم لا راس. يعني هما كيدوزوا على راس الحواله وتيني كدوز على راس. ندوز انا خي ايوب، طلعنا عندك وبديتي نسود عندك. انا عندك تبارك الله عليك. الله يرحم والديك. خي ايوب شنو المهمه ديالك نهار العيد؟ كاع المهمات كنقوموا بها ان شاء الله. بحال شاد المهمات اللي كتعمل؟ مثلا الذبيحه ديال العيد و ومازال كنسلاح كندباح كنعاون الدار كنعملو كلشي. العطبيخ الله يخلي ضروري وان شاء الله كندخلوا ديك الفرحه على الدار وعلى العائله وكنزوروا الحباب ان شاء الله. الاخر كتخص باب الماكله. الحمد لله كنخص باب الماكله وفرح ونشاط وسعاده مع الحباب ومع الخوت كاملين ان شاء الله. خي عماد مزيان بخير، واش مبروك؟ الله يبارك فيك خاوي، تعيش الصحه والهنا. دابا خي عماد حصلتي معايا، غنسقسك شنو هو الدور ديالك نهار العيد؟ انا الدور ديالي خي ايوب نهار العيد كندور لديك الدراويش اللي ما عندهمش شي واحد يذبح له في سبيل الله، ماشي شي حاجه ماديه ولا شي حاجه، هذاك شي واحد اذا محتاج كنمشي عنده نذبح له على الراس والعين. وكيف ما شفتوا معنا كانت هذه هي الادوار ديال طنجاوه نهار العيد الكبير. خلونا تسمى الادوار ديالكم اللي كتعملوها في التعاليق. كان معكم ايوب جباري، نتلاقاو في فيديو جديد وحلقه جديده. سلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.